كأس السوبر الإيطالي 2018 هي النسخة 31 من الكأس، والتي ستقام غدا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة، والذي سيكون طرفها اليوفي والميلان. يوفنتوس وصل للكأس بتحقيقه بطولة الدوري الإيطالي العام الماضي، ولكونه حقق بطولة كأس إيطاليا أيضا، تم اختيار وصيف الكأس ميلان ليكون الطرف الثاني في هذه المباراة. سيكون هذا اللقاء الثالث بين الفريقين في كأس السوبر الإيطالي، وكلا الفريقين يحملان الرقم القياسي في البطولة بسبعة ألقاب. المملكة العربية السعودية ستصبح الدولة السادسة التي تستضيف هذه البطولة، حيث تحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية.